انظر إلى كمية الحمل متساقط على الأرض. هذه هي كمية الحمل أمامكم، ما شاء الله تبارك الله. اخوان، اي شخص يحتاج اقلام تطعيم للتفاحي يجيني ويدلل بالخدمة، قد ما يريد اقلام مجانا مجانا. ثواب السيد محمد الصدر. يجي ياخذ قد ما يريد اقلام للتطعيم شهر الثالث والرابع. وعندي كذلك نوعية ثالثة من السدر العرموطي أو البمباوي، ما أعتقد يعني الأغلبية يسمونه، كل من له تسمية خاصة. هذا بمباوي قسم يسمونه العرموطي. هذه حجم الثمرة، هذا أمامكم. ثمار ما شاء الله تبارك الله، حجم وطعم خير من يم الله. اي شخص يحتاج اقلام تطعيم يجي ياخذ ويدلل محافظة ميسان قضاء الكحلاء. هذه السدرة قدامكم، هذه الثمر مالها، ويدللون المتابعين.